معانا سيادة السفير حازم رمضان قنصل مصر العام بجدة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. أخبار جدة إيه النهاردة؟ أخبار جدة الحمد لله، يعني المواطنين كانوا موجودين قبل فتح صناديق الاقتراع على التعديلات الدستورية، وابتدينا الساعة 9 صباحا بتوقيت جدة، اللي هي 8 صباحا بتوقيت القاهرة، والأمور مشيت على خير وما يرام. الخطة اللي كانت موضوعة بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج لنقل المواطنين من المناطق البعيدة عن مقر القنصلية في جدة تمت بالكامل. في عدد كبير من الأوتوبيسات وصل، وكثير من المواطنين شرفونا. في عدد كبير من المواطنين اللي كانوا متواجدين في نطاق جدة ومكة لأداء العمرة شرفونا برضو وأطلبوا صوتهم في الاستفتاء. لا الحمد لله تمت الأمور على ما يرام، ونتعشى من تسير على هذا المنوال اليومين اللي جايين إن شاء الله. حضرتك يعني توصف يعني أكيد حضرت استحقاقات أخرى، الإقبال شايفه إيه؟ جيد، منخفض، متوسط، شفته إيه النهاردة في أول يوم؟ لا الإقبال النهاردة كان جيد وأكثر مما كان متوقع. أكثر مما كان متوقع. على فكرة كثير من المواقع في الخارج بتتحدث بالكلمة دي، أكثر مما كان متوقع. ليه؟ لأن ببساطة شديدة الإعلان الرسمي عن موعد الاستفتاء تم يوم الأربعاء، وإحنا النهاردة يوم الجمعة. طبعا كانت الفترة قليلة جدا لإتمام التوعية الكاملة ولإعداد الخطط ولنقل المواطنين واستقبالهم، وللمواطنين نفسهم إن هم يتحركوا من المناطق البعيدة. بالنسبة لي في جدة أنا النطاق بتاعي بيمتد لأكثر من 1200 كيلومتر مسافات ما بين المدن اللي واقعة في نطاق القنصلية وما بين مقر القنصلية، فعملية الانتقال مش عملية سهلة. بالإضافة ورغم ذلك الناس النهاردة لبت النداء وكانت موجودة. ورغم ذلك الحمد لله، وده يدل على شيء، يدل على معدن المصري الأصيل وعلى اهتمام الناس بالمشاركة في هذا الاستحقاق الهام، وده مش غريب على الشعب المصري. سيادة السفير حازم رمضان قنصل مصر العام بجدة، شكرا جزيلا.